معلش والله كنت في المحاضرة ما سمعتكش. أنا خلاص جاية. زينب إزيك عاملة إيه؟ الحمد لله. إيه أحمد في إيه؟ كنا عايزين نقعد مع بعض شوية كده. لا معلش مش هينفع، مش فاضي. مش هينفع؟ مش هينفع. إيه ده في إيه؟ إيه يا نجم مصر؟ قلت لك تاني؟ يا عم أنت مالك أنت؟ يا عم أنا مالي إيه؟ بدل ما تحط نفسك في موقف كده. تعالى وحشتيني. أنت أكتر. عملت في المحاضرة النهاردة؟ تمام، كنت وحشة بس عشان أنت مش معايا. بكاش على فكرة. والله بدي أقول على فكرة. لا طب مش هنكلم ماما بقى ولا ايه؟ ان شاء الله بس لما نخلص الجامعة بتاعتي. لما نخلص يبقى عشان نخلص بيتنا السودة دي. هنخلص ان شاء الله. هنخلص، احنا بنهرب من المحاضرات اهو. نخلص فين بقى؟ ماشي بس ايش تاني؟ طب انا معاكي عادي، موافق يعني. طيب نخلص بقى وما نخلصش حتى العيد 10 مرات. حبيبي يا زوز. ايه اخبار يا عم ام الامتحانات؟ الترم اللي مش عايز يعدي دوت يا عم. يعني انت كل سنه تقولي نفس الكلام، والمشكله ان انا وانت بنعدي منها يا مندو. قرفت اقسم بالله، مش عارف اي حاجه ولا في ملازم ولا اي حاجه خالص. شكلك بقول لك ايه؟ نطلب حاجه نشربها ونشوف بقى موضوع الامتحان ده بعدين لو سمحت. كنا عايزين نطلب حاجه. عايز قهوه فرنساوي زياده. تمام. وانا هات لي اسبريسو. اسبريسو؟ في اكل حاجه هات لي. لا لا لا. عارف مين ده؟ مين؟ ده اكرامي. اكرامي اللي معانا في الجامعة. ايوه يعني اكرامي مين يعني؟ يا ابني اللي مرتبط بزينب يا ابني. اللي نفضت لك. يا ابني ما تقولش نفضت لي، بس ما نفضت ليش يا عم. وانت عايز تعمل ايه يا عم؟ فكك منه. اعمل له ايه؟ هتشوف انا هعمل له ايه. ده جه القضاء يا ابني. وريني. الو. ايه يا زينب؟ ازيك عاملة ايه؟ انا كنت عايزك في موضوع ضروري. لا 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 ملوش علاقة بينا خالص. لا الموضوع بخصوص اكرامي. لا مهم. هبعت لك اللوكيشن دلوقتي وتيجي. ماشي يا زين. سلام. اخلع انت دلوقتي يا معلم. نوت برضو؟ طبعا. سلام يا كبير. سلام. في ايه يا احمد؟ ماله اكرامي؟ لا مفيش، هتعرفي دلوقتي. هعرف ايه؟ هتشوفي لو سمحت. تشرب حاجه تاني؟ لا ربنا يخليك. شوف بس الاستاذه تشرب ايه. اتفضلي يا فندم. زينب انت في ايه؟ مش فاهمه حاجه. افهمك انا يا استاذه. البيه اللي مفهمنا ان هو باشا في الجامعه واللي بيشتغلك البي ويتر. طب وفيها ايه لما يبقى ويتر؟ يعني مش فاهمه. مش من مستواكي. يعني ايه مش من مستواي؟ انا اصلا هو ما قاليش ان هو باشا، ولا عمل نفسه باشا، ولا اترسم عليا، ولا كل الكلام اللي انت بتقوله ده اصلا. وانا ما اعرفش اصلا هو كان بيشتغل ايه. بس خلي بالك انا احترمته اكتر وحبيته اكتر. مش احسن ما يكون امه وابوه بيصرفوا عليه؟ المهم شكرا يا احمد، بس انا عايزه اقول لك ان انا حبيته اكتر واحترمته اكتر. هبقى اكلمك اكرامي. مش عايزه اكلمك.